هاي جايز، انا مسافره كمان شوي وبس معي ساعه لدب الشنطه. رح يكون عندي اجتماع صغير ورح اشوف صحباتي، فاكيد رح اخذ قميص المفضل واوريكم كيف بنسقه. خليكم متابعيني. بما انه نهاري رح يكون طويل، قررت البس القميص على السفر. رفعت الكمام وربطته من الوسط، نسقته مع الريب جينز وسليب اون شوز بنقش مورده، واكيد اخذت جدان كبير ليوسع كل شيء. للاكسسوارات اكتفيت بالنظارة الشمسية والساعة، واخيرا طلعت الصبايا. هالمرة استخدمت اسلوب الطبقات، تركت القميص الابيض مفتوح، نزلت الكمام، لبست من تحته فستان اسود ومن فوقي فاست عليه شراشيب، الساندلز الكعب كاجوال وستايلش بنفس الوقت، والطاقية بتنفع للخريف او الربيع. للاكسسوارات لبست طاقة شوكر وعدة خواتم، ولان اللوك كله اسود بابيض حبيت اضيف لون، استخدمت شنطة صغيرة باللون الاحمر. وهلا صار وقت الشغل، سكرت قميص الازرار للقبة واضفت سنسال كبير، زدت عليهم جاكيت ليعطي رسمية، دخلت القميص بقلب البنطلون الواسع المقلم يلي بيعطيني الطول، مع الشنطة السوداء والحذاء الأسود الكلاسيكي.